السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في القناة تاعنا رزق بلومبي، إن شاء الله تكونوا بخير ولا خير. اليوم غادي نوري لحبابي وصحابي طريقة تركيب، طريقة زعما مليحة، أفضل طريقة زعما السهلة والآمنة باش تركب بيها شوفاج، مدفأة غاز ولا راديتر غاز، راديتر غاز بطريقة زعما آمنة وسليمة، سليمة وآمنة. هذا الشوفاج كوندور الدوز، هذا الدوز دوز هذا الستيل تاعه التالي، زعما الموديل تاع زادو فيه هذا الثقابي، تجي فيه دوبل دوبل زوج تاع زادو زادو من قدام وزادو الداخل. ما شاء الله، زعما هذا هو الديزاين كاع الشباب اللي زعما اللي لقيته هنا في الجزائر، ما لقيتش زعما ديزاين شباب واحد اخر. له ديزاين هو الشكل اللي ماذا الخارج تاعه، التصميم تاعه ما شاء الله. طريقة التركيب تاعه هذا رانا رابدين على الارض، رانا رابدين على الارض واحد 40 سنتيم على الارض، راني رابده 40 سنتيم على الارض. خادمين سيبور بالكورنيير، هذا كورنيير خدمنا عند السودير، تروح عند السودير يقرب لي ميجير تاع الكرعين تاعو، الكرعين تاعو محطوطين داخل على الكورنيير. ها خادمينه على الكورنيير وجابدين على الحيط 12 سنتيم، هي باش ما يطفالش لازم تجبد على الحيط فوق 15 سنتيم، تما 12 سنتيم ما لا يقل عن 12 سنتيم. في الكتالوج كاتبينها لكم ما لا يقل عن 12 سنتيم يكون مجبود على الحيط، ما لا يقل عن 12 سنتيم. ها هو لكم تشوفوا فيه مرفود ربدين على الحيط ومجبود على الحيط تقريبا 13 سنتيم. المهم انا هنا موخ هنا من فوق 12، انا تحت 13 بس باش ما يطفاليش، باش ما يطفاليش. كاين اللي بزاف يقربوا على الحيط يقول لك راه يطفالنا، يطفالهم من الحمال الحيط، راه يرد الحمال الكليكسون هذيك تطفالكم. كليكسون هايله الداخل، ها هاي جوج نقطات لكن فيها الخيطان، كي يطفالكم تدركوا على البوطونه يشعل لكم. ها راكم مرفوض ما شاء الله بطريقه شابه، الخدمه بالنحاس، كلمة تاع الغاز بالنحاس، راكور دو بياس كودي ولا سودير والفانا دي من قربتها باش ما باش ما يصراش بروبليم ولا قربناها. ل خدمة بالنحاس، ها طالع من تحت، من تحت روبيني، هادي شي روبين انرجي كان، وقيلا انرجي كان راكب لها لي فيش تاعها باش واحد ما يجي زغدها، ما كانش لي زغده ومام هو راه راكب سوليد. ل البلاصة اللي يركب فيها فيها الحساب كيما الحساب تاع الشوديير، تبغي تاع واحد يبغي يدير حساباته ولا زعما عندك 100 متر ديرها تقسيم باش تعرف قوة تاع الشغل الشغل الشوفاج اللي تشريه. هذا الدوز ال 100 متر تقسيم 2 تقسيم 10 تولي 10 تروح في 2 20، تما عندك 100 متر يلقى لك واحد فوق ال 18 18 باش يحمي في السكنة، هو يحميها يحميها خاص النار مش كيما النار تحمى تحمى، تبلع شومبرا تبلع كوزينة تبلع توقع لك غير شومبرا تقول اول. هذا هنا ما يطفاش، ما نطفوش في الليل، راه هذاك في الاول في بلاصه شابه وفيها الهواء متهاويه. كاين اللي ركبها في الشومبرا، شفت واحد بنيادم خدمنا عندهم جوايه الشرق وكاع بلايص البرد وكاع مركبينها في الشومبرا، هو انتردي ممنوع يركب في الشومبرا، ممنوع الغاز بالدخله في الشومبرا، ممنوع تركب في الشومبرا. قلنا شفتهم خلعت قالت قاعد بلا راس، قاعد يقول لك الوفيات ونسبه الوفيات والارتفاع، باين باللي راهم يركبوا يدخلوا معاهم الشوفاج في الشومبرا ويشعلوه تاع قاره تاع غاز ولا تاع ولا من هذا، يقول لك بوال ونديرها في الشومبرا ويشعل نورمال والناس عايشه نورمال عادي خاطر عندهم البرد بزاف، بصح ماشي ديك الدرجه، على الاقل خليه يبان محلول، يبان محلول باش ما يصرالك والو. التهويه لازم التهويه بيبان تاع دائما تكون محلوله، بيبان تاعك تكون دائما محلولين. ولا صاي هذا النحاس هضرت لكم عليه، ولا يكون جابت على الحيط 12 سنتيم، 12 سنتيم ولا اكثر في الكتالوج تلقاوها، لازم يجبد باش الحيط ما يردش الحمال. راني نعاود لكم باش كاين اللي ما سمعنيش يعاود يفهم غاية، خاطر كاين اللي ما يعلق قبل ما يسمع شنو راني نقول. السيبور خدمناه بالكورنيير، تجم ديروه تخدموه ترفدوه بالسيبور تاع الكليماتيزار، يعني دير لكم ديجا فيديو عليه مرفوع والشيميلي تاعه، يطلع 60 سنتيم ولا متر ويخرج برا، 60 سنتيم او اكثر ولا متر ويخرج برا. هاي هذا الخارج برا مباشرة 60 سنتيم. النوعية تاع الكارفاليزي، كاين كارفاليزي اللي ترتق طا 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 من يبرد يطفى يديكرونشي يولي يولي يطرطق. النوعية تاع الكارفاليزي كاين انواع بزاف، كاين اللي رق كيما هذه النوعية عيانة غادي تبدل هذا الطرف،
غادي نبدل لها العام الجاي ان شاء الله. مهبني بطرتك. كاين النوعيه عيانه، خاطر هذا الكارفاليجي فيه عيان، داير بقى 20000 للتيب، وكاين تاع 40000 وكاين تاع 30000 وكاين تاع اللي يبيعوا الشيميلي اللي يخدموا اللي كاين واحدين سبيشال يخدموا هذا التيب وهذا الكارفاليجي، وكتلقى عندهم الانواع، النوع خشين. ركبت زوج تاع البارات، انا غادي نقلعهم ونبدلهم. المهم هذه هي طريقه تاع التركيب، طريقه باش تركبها بطريقه سليمه وامنه. درجه الحراره تاعها، درجه الحراره تاعها ما تفوتش 32، عند السات ما تفوتش 32، هي بالارقام. ها طريقه التشغيل تاعها ثاني، دير عند النجمه، عند الدوير هكا طفى، مش بقاش كي تطفى مش بقاش تقعد ترتك في الدور في البوطون. ها ها كي يطفي ولا يخدم لك غير من الدويره النجمه، دير نجمه اون فاس هكا تضرك عليها وتشعل بريك، درك هكا تضرب بريكي تشعل الشمعة. هاي الشمعة شعلت، بعد تقعد شوية وتوخر يدك، تقعد شوية توخر يدك ومن بعد تدور. أو هي هذيك الترموس تاع أن دو تروا كات كيما الطروار تاع الحمارة هاد اليمات. ها هاني شعل غاية، النار تكون تشعل زرقا، تشعل زرقا وشابة. ها النار لازم تكون تشعل زرقا وشابة باش تبقى لك ما تخافش، وكي ترد على النار تاني يبقى نقي. وثاني الغبره، إيه ماذا بك ايفيتي الغبره باش الغبره ما تلحقهاش العام كومبلي. كي يلحق الصيف غطيه ولا بلعه من تحت، ولا خاطر من تحت يجبد الاكسجين، من تحت يجبد الاكسجين من تحت يطلع مع الغبره، يطلع مع الوسخ من تيق، ولا كاين اللي يصلح وكاين اللي يقطع قدامها بلا مال. وكاين كي تاع الحمراء هي الغبره هي الاكسجين، ماشي شعل نيشان راه يحرق لك الاكسجين 100%. لازم دير التهويه في الدار. هذا هو شوفاج كوندور. الطريقه التركيب تاعها طريقه سليمه وامنه. هذا ما تفاليش وجامي تفالي، راه يمشي زعما السات، راه نشعل السات غير اني نشرح لكم. دير السات هي احسن واحد، من يبغي يقلي ولا ينقص له يديرها في زعما عنده دار صغيره كيما باطيمات وكاع جماعه تاع الباطيمات عندهم صغيره، ديرها في التربه ولا في الكات، يولي ديكرونشي وحده يطفى ويشعل. كاين اللي شفتهم يكبوا الترموس يقلعوها يهودوها في الارض ويديروها في طاسه تاع ما بارده، ولا تاني الارتفاع تاعها ما تردوش بزاف على الارض، الا كان مرفوض بزاف على الارض ما غاديش تحملك الدار. هي مادامك تهود، مادام يدي تحمل الدار، ماشي تهود تا بزاف تا تحت. حنا طالعين 40 سنتيم، عندك من 20 تا 40. حنا نرفدو باش تقعد تسياق كاش وسخ كاش حاجه، باش تبقى الارض مقيه، الدعوه مقيه تحتها. كاين اللي حطها في الارض ثاني عاد بلادي يولي يجي يولي يجبد ليل ونهار، الارض بارده ثاني ماليش يدفى ماليش يديكرونشي لك، سوختو الا كان عندهم البرد بزاف. هذه هي الطريقه صحيحه لتركيب الشوفاج، شوفاج ولا راديت الاغاز دو فيل. هذا الدوز ساعه تاع هذا لو كرتير 32 سيكوند، ودي ودي راه داير 22 سيكوند، ودي زويت واقيلا راه 24 ولا 22 راه 42. هذه غلطت، 18 راه داير 42. هذا هو، ما تنساش ديرنا ابوني وتفعيل الجرس. والصلاه والسلام على رسول الله، وربي يحفظكم.